صاحب الصوت النذي والأداء الشجي والعلم الإذاعي والقمر الشرقاوي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاء بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم
بكم فآمنوا خيرا لكم وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لا تغلوا في دينكم
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فسيحشرهم إليه
جميعا سيحشرهم إليه جميعا استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن
فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم أنت العدل وأمرتنا بالعدل، وأنت الحق فأمرتنا بالحق. سبحانك سبحانك ولا تقال إلا لك. هكذا أيها الإخوة النبلاء استمعنا إلى ما تيسر من خواتيم سورة النساء من قارئ وعلم من النبلاء، حكيم في الوقف والابتداء، وجميل في المخارج والهجاء، وبإحكام التلاوة بلغ مراد السماء. العلم الإذاعي والصوت الندي والأداء الشجي والقارئ الوفي والقمر الشرقاوي فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد في ليلة تكريم فصيح الفصحاء وبليغ البلغاء من عاش حياته مع القرآن حفظا وهجاء. رحم الله الراحل الكريم فضيلة الشيخ محمود أحمد حسن عامر، كان قلبه بالقرآن عامر وذهنه بالقرآن عامر وحظه في حفظ آيات الله وافر، ولقد حفظ من الحفظة عدد باهر.
واليوم نشارك ندله المهندس محمد محمود احسن حسن عامر والمعلم سيد محمود احمد حسن عامر والمهندس احمد محمود حسن عامر والاسطى شعبان احمد حسن عامر والحاج فتحي ابو عامر ونشارك حبيب اهل القرآن بإذاعته في كل مكان وبصوته الرنان الحاج محمد عوض ابو سنة الذي ما عرف لإذاعته قدر ما احبه الناس لعلمه ولأدبه. كذلك اشكر لفراشة ابو الغيط والى الهندسة الكهربائية رضا ابو رمضان والى مقدم الضيافة سامي طه ومخرجنا الليلة ناصر صلاح عمدة مصوري الحفلات القرآنية.